اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء وتحديدا من بورغون، واحد من اشهر واهم شوارع واحياء مدينة الدار البيضاء. اليوم حنا كنتولدوا باش نقربكم اكثر من هذه اللوحة الفنية المميزة، لوحة او جدارية للاعبة الداهية حكيمي. فاكيد كلكم كتعرفوا حكيمي وكتعرفوا هاد اللاعب هذا خداس ابان على روح قتاليه كبيره في مباريات مونديال قطر 2022. فخورين بك حكيمي او اشرف حكيمي اللاعب المغربي. فمشاهدينا الكرام شباب بورغون اختاروا ان يكرموه بهالطريقه هذه وحاولوا انهم يرسموا لي جداريه كانت موفقه لابعد الحدود، جداريه اللي مخدومه بحب ومن القلب. خدات مدة أسابيع للرسم، احنا بدينا من البداية فكانت الجدارية الأولى للداهية وليد الركراكي، والآن ذا دور اللاعب أشرف حكيمي. فما شاء الله جدارية جوينة وجوينة بزاف، فيها دقة وإتقان وعلى شكل طابع بريدي مغربي، ففيه المغرب وفيه الصورة ديال أشرف حكيمي. أشرف حكيمي هو اللاعب المغربي اللي ما شاء الله من أصول مغربية وتحديدا من القصر الكبير. حنا شفنا العائلة ديال حكيمي، شفنا الأخت ديالو، شفنا كذلك الأم ديالو، شفنا كيفاش هاد العائلة هادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قدرات لأنها تبصم على مكانة حب في قلوب المغاربة. فخورين وفرحانين بولدنا أشرف حكيمي والإنجازات الكبيرة اللي قدمها على مستوى رياضة وكرة القدم وفعاليات مونديال قطر 2022. تواريخ ستظل وتبقى راسخة بأذهان المغاربة ما حيوا، لأنه بالصح هاد المناسبة هذه هي واحد المناسبة اللي عاشوها المغاربة وفرحوا بها وبزاف ديال الأمور زوينين. خليكم تشوفوا هاد الصورة هذه، الناس اللي كيشوفوا معايا اللايف دابا ما فيها باش تكتبوا دي كومونتير باش نتفاعل مع لي كومونتير ديالكم ونعطيكم إهداءات مباشرة في هذا البث المباشر. معكم أنا يا علاء ومن مدينة الدار البيضاء وتحديدا من منطقة بورغون. شوفوا جمالية الصورة، شوفوا أشرف حكيمي كيفاش ترسم بطريقة واعرة بزاف 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 بزاف. أشرف حكيمي اللاعب المغربي اللي ما شاء الله بين على قدرات كبيرة وعالية في اللعب. شوفوا أشرف حكيمي ما شاء الله، شوفوا شوفوا الجدارية شحال مرسومة ومختومة بحب. فمشاهدينا الكرام مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم. هذه كانت الجدارية للاعب أشرف الحكيمي واللي كيتوالد تحديدا بمدينة الدار البيضاء وبحي بورغون. دابا وريناكم أشرف حكيمي وغادي نمشيو نشوفوا في الجهة الأخرى صورة جديدة وجدارية جديدة رسمت للداهية وليد الركراكي. لكن ما كنشوفوها هي الصورة غدا كتقرب، فاحنا كنحاولوا أننا نقربكم أكثر من هذه الصورة هذه. دابا هذا الدور على وليد الركراكي، شوفوا ما شاء الله. هذا هي وليد الركراكي، هو ثاني جدارية رسمت في هذا الحي هذا ما شاء الله اللي تخدمات بحب ومن القلب. واكيد هذا ظاهر تفاصيل هاد الجداريات هادو اللي باقي مازال كيكملوا. حنا كنشوفوا لاعب اخر اللي هو الحارس بونو راهو الان كيترسم هنايا في مدينة الدار البيضاء. حسب هاد المعالم حنا كنعرفوا لان هاد الصورة غادا البونو. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله الابداع اللي كاين في هاد اللوحات هادي. وريناكم هنايا وليد الركراكي هنايا غادي ترسم بونو حسب الصورة، ونرجعو نوريكم وليد الركراكي. شفنا وليد الركراكي، دابا غنشوفو أشرف حكيمي واحد من اللاعبين المغاربة اللي ما شاء الله بانوا لأنهم محبي لكرة القدم وأبانوا على روح قتالية كبيرة وكبيرة بزاف.
وبعد ما وريناكم صافي دابا اليوم معايا نشوفوا اخر نظره على اشرف حكيمي. فمشاركه وسهلا ما بقى لي غنقول لكم بث مباشر. فبغينا نقول لكم ان البث المباشر ديالنا وصل النهايه ديالو، تبقاو على خير مشاهدينا الكرام.